سبحان الله العبارة يعني هي صحيحة هي غير صحيحة. الأعمار بيد الله، التدخين بيسبب الوفاة المبكرة. يعني في ناس سبحان الله، الله يرحمه، عندنا السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي أول محامي كويتي، يقول كان يعني من أول الكويتيين يشربون قدو، فيقول يعني. وحتى أنا لقيت والله مثل أبو فراس رفعت الخطيب كان مدير يعني جمعية القلب ما يدخن وتوفى، ويعني بعضهم الأعمار بيد الله. بس هو سبحان الله هذا أسلوب تسويق. أنا خليش تسويق، أتذكر الدكتور كان فتح الباب جامعة الكويت بالثمانينات يقول لنا كان السلعة هي السلعة التي توصلك إلى دار الآخرة، ففشلت. سوى التدخين لمضار، يسكر العقول، يسكر كل شيء سبحان الله. أعمار بيد الله، شكرا. الحين يتركون السجاير إنها هي مضرة بالتأكيد.